طبعا يعني في ظل جائحة الكورونا طبعا كان لازم ان احنا نهتم بمرض العصر اللي هو بيهم كل الناس، وعلشان كده احنا خصصنا جلسة كاملة لمناقشة العلاقة ما بين مرض الكوفيد 19 وما بين الامراض الجهاز الهضمي والكبد وحتى المناظير. وانا يعني تشرفت برئاسة هذه الجلسة والاعداد ليها، وطبعا كان معايا العديد من الأساتذة زي الأستاذ الدكتور شريف مجاور، أستاذ الجهاز الهضمي وزراعة الكبد في القصر العيني. والحقيقة دكتور شريف اتكلم عن التجربة بتاعت زراعة الكبد وما واجهته من صعوبات في بداية الجائحة، ولكن طبعا نتيجة ان المرضى دول ما يقدروش يستنوا كتير وبيحتاجوا، ابتدى انه يحصل مرة تانية إعادة لبرنامج زراعة الكبد. والحمد لله انه هو في خلال الفترة بتاعت الجائحة عاد تاني برنامج زراعة الكبد في القصر العيني، وتم يعني زراعة يعني حوالي 6 أو 7 حالات بنجاح شديد جدا جدا، مع مراعاة كل الأصول اللي أوصت بها المنظمات العالمية في زراعة الكبد. معانا أيضا الأستاذة الدكتورة أمال شوقي بكير، وبرضه هي بتتكلم عن العلاقة ما بين الكوفيد وما بين المرضى بتوع الجهاز الهضمي، وبتقول إن هو طبعا من الممكن إن الحالات دي نتيجة إن هم عندهم ضعف في المناعة ممكن يعني ويؤثر على الجهاز الهضمي، فلازم يبقى فيه مراعاة للحالات دي وان هي تتعالج بشكل يعني تفصيلي ومدقق. معانا ايضا الاستاذ الدكتور حسن حمدي، استاذ الجهاز الهضمي في عين شمس، وكان بيتكلم عن موضوع غريب شوية اللي هو العلاقة ما بين الجهاز التنفسي وما بين الجهاز الهضمي، وان هو فيه هناك علاقة وثيقة بينهم وبين بعض، وان هو ازاي ان من يعني وده اللي ربما يفسر للجميع من الناس ان ليه المرض بتاع الكوفيد بيأثر على الجهاز التنفسي وعلى الجهاز الهضمي بشكل يعني زايد عن باقي الاعضاء والاجهزة الاخرى بتاعة الجسم، وعلاقة ده طبعا بالجهاز المناعي وحاجة اسمها الميكروبيوتا او الجراثيم الحميدة اللي بتبقى موجودة في الجهاز المناعي بتاعنا، ودي بتبقى موجودة حتى في الجلد والجهاز الهضمي و كل اسطح الاماكن المناعيه. معانا ايضا الاستاذه الدكتوره شيماء عفيفي، استاذه الجهاز الهضمي والكبد بمعهد الكبد، وبتتكلم عن تاثير الكوفيد على وحده المناظير، وان هي طبعا في البدايه كل وحدات المناظير توقفت عن العمل لشكل مؤقت، وبعدين ابتدينا العوده للحالات فقط الطارئه زي حالات مثلا نزيف الجهاز الهضمي وما الى ذلك، وبعدين ابتدت الامور تتطور ان ابتدينا نقول انه كده اصبح في تراكم لقوائم الانتظار، فابتدى ان يبقى في تعليمات معينه خاصه بالتعامل مع الحالات الكورونا البوزيتيف او الكورونا الايجابيه او الكوفيد الايجابيه فيما يتعلق بالاجراءات بتاعه المناظير، زي مناظير القولون وزي مناظير القنوات المراريه ومناظير الموجات الصوتيه وكل المناظير. وابتدت الحمد لله ان احنا يعني قوائم الانتظار دي تتناقص، وابتدت ان الامور مع الاخذ بالاجراءات الاحترازيه وارتداء الارديه الواقيه والماسكات اللي هي المتخصصه اللي هي بتنفع ان هي تبقى وقائيه، مع مثلا لبس الشيلد بتاع واقي القناع الوجه اللي هو الشفاف، وطبعا تعقيم المنطقة بتاعة عمايل المنظار دي ما بين كل حالة والأخرى، ومنع أماكن الانتظار وإعطاء مواعيد محددة للمريض بحيث أن المريض يجي على وحدة المناظير يعمل المنظار بتاعه بدون ما يختلط مع مرضى آخرين في المنطقة بتاعة الانتظار. ايضا معانا الاستاذ دكتور احمد كردي، والاستاذ الامراض المتوطنه والامراض المعديه بالقصر العيني، وطبعا كان كلامه مهم جدا جدا على يعني بيعيب على البروتوكولات اللي هي الموحده اللي بتتناقلها ساعات السوشيال ميديا وغير المتخصصين، ان دي بيصاحبها الكثير من الاثار الجانبيه والمضاعفات، وبيقول وبينبهنا يعني الدكتور احمد ان لازم العلاج يتم تفصيله حاله بحاله، لان
ما فيش حالة زي التانية وما فيش أعراض زي التانية، وطبعا لازم عشان نراعي وجود أمراض أخرى عند الحالات دي أو أعراض مختلفة ما بين حالة للتانية. وأخيرا معانا الأستاذ دكتور أيمن شمسية، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية بكلية طب جامعة اسكندرية، وبيتكلم عن حالة خاصة من حالات التعامل مع الكوفيد اللي هي مرضى التهاب الأمعاء المناعية اللي هو زي مرض كرونز ومرض القولون التقرحي، وبينصحنا يقول لنا هل دول ياخدوا التطعيم ولا لا، وهل يتم علاجهم بالعلاجات البيولوجية الحديثة وطرق التعامل معها. والحقيقة جلسة مفيدة جدا 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 لكل المتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي والكبد في التعامل مع المرضى بتوعهم فيما يتعلق بمرض العصر الحالي اللي هو الكوفيد 19. طبعا بالنسبة للموجة الثانية، طبعا هي الموجة الثانية موجودة في العالم كله، وطبعا مصر تعتبر حاليا طبعا في الموجة الثانية، ويعني نأمل من الشواهد اللي يعني اللي باين لنا من متابعة الحالات ومتابعة أيضا الأرقام اللي يعني بتاعت الحالات إن تكون هذه الموجة إن شاء الله في سبيلها إلى التناقص. طبعا ده جاء يعني مصاحبا ب يعني زيادة دلوقتي في المعدل الناس اللي بيتلقوا التطعيمات المختلفة المتاحة بأنواعها المختلفة. طبعا يعني مش لازم نذكر يعني أساميهم، ولكن السادة المشاهدين كلهم يعني عارفين أنواع التطعيمات المتاحة حاليا للأطباء والكبار السن والفئات اللي هي ذات المناعة الناقصة، وطبعا متاحة بعد كده لسائر المواطنين. أعتقد إن احنا في سباق مع الزمن إن شاء الله، إن احنا نحاول إن احنا نلحق إن يبقى في مناعة جيدة قبل يعني ما مش في مصر بس، في العالم كله، قبل ما نبتدي إن احنا لا قدر الله نتعرض لموجة ثالثة. النهاردة في المؤتمر احنا بنتكلم على زراعة الكبد وما بعد زراعة الكبد. مشكلتنا ان دايما مش بنلاقي متبرعين لزراعة الكبد، والمشكلة التانية اللي العالم كله بيواجهها دلوقتي ان في مشكلة الكوفيد 19. بنخاف على العيان بعد الزرع، بنخاف مع الأدوية المثبطة للمناعة، واحنا في وضع لسه ما عندناش معلومات كتير عشان نبقى متاكدين نمشي ازاي. من الحاجات اللي لو مش هقدر ازرع كبد، بس هي طبعا لسه مش في مصر، ان انا ابتدي ازرع خلايا، سواء زراعه خلايا جذعيه او حاجه اللي هي الخلايا الثلاثيه الابعاد اللي هي 3 دي كلتشر. ببساطه ان انا باخد خلايا واكبرها وتبتدي كانها كبد، هي مش هتعوض الكبد تماما، لكن هي هتدخل وسط الكبد المريض تبتدي تتحول لخلايا مفيدة أو سليمة بحيث تعوض الجزء اللي كان فيه مشكلة. ده كمرحلة انتقالية لزراعة الكبد، برضو هي مش هتلغيه خالص، لكن كطريقة أن أنا أحسن وظائف الكبد فترة قبل ما أدخل في الزراعة. بالنسبة للكوفيد دلوقتي، إحنا مشكلتنا أو كانت مشكلتنا في الأول متخوفين جدا من الزراعة، ومصر كلها صراحة توقفت فترة عن زراعة الكبد لأني مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل. رجعنا الحقيقة، ورجعنا طبعا بتحذيرات وتعليمات وقصص كتيرة، على الأقل بنتأكد إن المريض والمتبرع قبل الزراعة مفيش حاجة أشعة مقطعية في الصدر، بنعمل مساحات للمتبرع والعيان كده كده. العيان لما بيزرع كبد بقى كأننا حاطينه في قوقعة أو قافلين عليه بكل الطرق عشان نخاف يتنقل له أي حاجة. الحمد لله ما شفناش إن في حالات بعد الزراعة حصل معاها مشاكل. ممكن يعني طبعا هو ربنا مساعدنا، بس كجزء مهم من شغلنا ان احنا بنحافظ على صحة المريض اللي زرع كبد، لان هو كأنه طفل لسه مولود، فده جزء من شغلنا. ربنا يعدي الامور على خير، وزراعة الكبد في مصر تبقى ماشية زي ما كانت، ونتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله. النهارده عندنا زي وجبه دسمه من المحاضرات بتخص تخصص الكبد والجهاز الهضمي والمناظير. طبعا حضراتكم عارفين يعني الايرا او المكان يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الكورونا يعني مسيطره على كل الاخبار، ففي بعض الجلسات بتناقش الاعراض اللي موجوده في الجهاز الهضمي والتي يسببها مرض او فيروس الكورونا المستجد.
طبعا كثير من الناس بيشتكوا بالم في البطن، بيشتكوا باسهال، احيانا يصاحب وجود الكورونا ارتفاع في انزيمات الكبد. الحاجات دي بقينا ناخد بالنا منها دلوقتي في عياداتنا وبقت متكرره جدا، فده احد الحاجات اللي احنا بنناقشها في المؤتمر النهارده، بالاضافه الى جلسات المناظير وجلسات امراض الكبد وجلسات التدريب وورش العمل. النهارده كان عندنا الصبح في جلسه صباحيه كلها عباره عن فيديوهات بتناقش الادوات والمناظير وانواع الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في الشغل بتاعنا اليومي في وحدات الكبد والجهاز الهضمي والمناظير. طبعا انا بمثل مجموعه من الزملاء اللي اشتركوا في الجلسه الصباحيه دي، اللي هم يعني يحتوي البرنامج على 36 خبير من جمهوريه مصر العربيه ومن كثير من دول العالم شاركوا معانا النهارده الصبح، وعندنا بكره جلسه مكمله الصبح برضو من الساعه 9 للساعه 10 ان شاء الله. النهاردة الحقيقة احنا عندنا يومين طوال جدا فيهم محاضرات متنوعة، وفي عندنا أجانب متواجدين معانا، ودي ميزة ان احنا يبقى عندنا جزء من المؤتمر فيرشوال. انا عندي النهاردة اكتر من جلسة، حابة اتكلم على جلسة مهمة جدا وهي الكبد الدهني. الكبد الدهني احنا الحمد لله تخلصنا من فيروس سي بفضل الحملة اللي كانت متبنيها الدولة، فعايزة انوه لمشكلة هندخل فيها بعد ما تخلصنا من الفيروس سي، وهي الكبد الدهني وما ومضاعفاته. الكبد الدهني طبعا مع الوقت لو العيان ما خدش باله وما ابتداش ينظم نظام حياته وينزل وزنه، لان ده العامل الاساسي للكبد الدهني هو زيادة الوزن والسكر طبعا، فهيؤدي الى مضاعفات، منها التليف الكبد اللي كنا بنبقى خايفين منه مع فيروس سي. فاحنا برضو عندنا مشكلة لازم نوعي بيها الجمهور جميعا بالمحافظة على وزن إلى حد ما في الرينج الطبيعي، سواء بنظام أكل سواء بنمشي، حتى مش بنقول إنه هو يروح جيم، بس نظام رياضة، مشي نص ساعة كل يوم 5 أيام في الأسبوع، 150 دقيقة في الأسبوع، ده كافي جدا إنه هو يحمينا من الكبد الدهني. وطبعا لو كان في عوامل خطورة زي السكر يتزبط، ضغط عالي يتزبط، دهون في الدم تتزبط، كل دي بتقلل الريسك على او بتقلل مضاعفات على الكبد. عندنا جلسه كمان بتتكلم على الجديد في علاج وتشخيص اورام الكبد، دي هتبقى جلسه مسائيه النهارده ان شاء الله. ايه الجديد في التشخيص، سواء اشعه رنين سواء اشعه مقطعيه، ايه الطرق الجديده في الحديثه في العلاج من ادويه، لان الاورام الكبد الحقيقه من الحاجات اللي مش بتستجيب كويس للعلاج إلا إذا اكتشفناها بدري. الحقيقة كانت أكتر حاجة تميز المؤتمر هذا العام إن احنا بدأنا نتكلم على الحاجات الأبلايد أو التطبيقات العملية، ما مش نميل إلى نظام المحاضرات ولكن إلى الحاجة العملية اللي هيقابلها شباب الأطباء وأغلب الأطباء في حياتهم العملية وفي تقابلهم مع المرضى، وده بيؤدي لتحسين الخدمة الطبية أكتر والمهارة بننقلها للجميع وبنتبادلها كأساتذة مع بعضنا للوصول لدرجة عالية من التقنية الطبية في مصر. الحقيقة ومصر يعني بتمتاز بوجود نخبة كبيرة من الأطباء في الكبد والجهاز الهضمي، الحقيقة اسم البطنة في مستشفيات في الجامعات المصرية يعتبر من الداعمين لأمراض الكبد، وأساتذتهم موجودين الحقيقة بيشاركوا في الساحة مشاركة قوية. كان لي محاضرة النهاردة على النزيف المعدي وإيه الأخطاء اللي ممكن يقابلها الطبيب بدءا من أول ما يقابل المريض في دخوله في الطوارئ، إزاي يتجنب أنه يخش في الصدمة، إزاي ينهضه بنقل الدم لو احتاج، إزاي ما يعملش نقل دم زيادة، ما يعملش نقل دم مش محتاجه، إمتى يدخل العيان للرعاية وإمتى ما يدخلوش للرعاية، طرق الحقن. إن الحقيقة بقى فيه حوالي من 10-12 موداليتيز وأنواع كتيرة دخلت فيها أجهزة كتيرة وكل واحدة فيها حاجات كتيرة،
فأصبح يختار مين فيهم قبل مين ومين أفضل في هذه الموقف، ولو حصل عدم استجابة إيه اللي يبدأ بعده. دي الحقيقة يعني فيها ديبيت وفيها نقاش كتير الحقيقة، أتمنى أن يكون الجميع استفاد منها الحقيقة. الحمد لله في جديد في المناظير وطفرة عالية جدا جدا في شغل المناظير جهاز الهضم كله. القصر العيني ومؤتمر القصر العيني بيمتاز بالريادة في هذا الأمر، كل يوم بيبقى فيه جديد، كل يوم بنتعلم جديد، كل يوم بنعرض في القصر العيني، دايما بننتظر هذا المؤتمر كل عام عشان نعرض ما هو جديد ومستحدث في العالم كله من الوكالات العالمية كلها والشركات الكبرى في العالم للجديد في مناظير الجهاز الهضمي. فيها مدعمات الأورام، علاج أورام الجهاز الهضمي، البيلاري، القولون، الاسفاجيال، كل الديوتينال، كل هذه الدعمات موجودة. دي حاجات بتعالج وبتعمل بسرعة جدا جدا، وطبعا بترجع للتريننج العالي جدا جدا لأطباء القصر العيني، وخاصة الأستاذ الدكتور مازن نجا، الأستاذ الدكتور علي فرج، كل قيادات القصر العيني، الناس المشهورة والمعروفة وفي بكفاءتها العالية. وطبعا ده لا يغفل ان احنا في اساتذة كتير جدا في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والازهر، كل الناس دي موجودة. والحمد لله احنا جديد السنة دي تحديدا ان في بعض الحاجات المنظار زمان كان ممكن تستخدمه الدكتور بعد ما خلص الحالة، خلصها في ساعة ساعتين ثلاثة، النهارده ممكن دلوقتي تاخد ساعة نص ساعة ربع ساعة، والامور بتنتهي على خير والحمد لله. ده حاجه ميزه يعني، الحمد لله احنا بنمتلك اساتذه كبير، عدد كبير جدا من الاساتذه على كفاءه عاليه جدا ومستوى عالي جدا، والحمد لله احنا كشركات بنقدر نوفر هذه الحاجات وهذه الاكسسوار، وبنجيب حاجات كتير جدا من بره من الوكالات العالميه كلها لا هنا فروع في مصر. احنا الحمد لله عندنا كل شيء متوفر، امور بتسير بخطه طيبه جدا 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 الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا في فترة حساسة شوية بسبب الكورونا وفيروس الكوفيد 19، ويمكن الفيروس ده ليه تأثيره على الجهاز الهضمي برضو، وده اللي لاحظناه في الفترات السابقة انه في مرضى كتير بيجوا بأعراض في الجهاز الهضمي، يعني مش دايما بيكون المرض تأثيره فقط على الصدر أو حرارة مرتفعة، لا أوقات كتير بتكون الأعراض بتاعته بتأثر على الجهاز الهضمي، بيكون بيجي المريض ممكن بقيء مستمر، ممكن يجي بإسهال شديد، ممكن يجي بألام في البطن، ده ممكن يصاحبه حرارة ممكن ما يصاحبوش، ممكن يصاحبه أعراض في الجهاز التنفسي وممكن ما يصاحبوش، ودي يمكن اللي بتمثل الصعوبة في التشخيص. يعني لو جاي للعيان بس بأعراض قيء أو إسهال وما عندوش أي شيء تاني، لا عنده حرارة ولا عنده أي أعراض في الصدر، ده بيمثل صعوبة في التشخيص، ومهم جدا ان دكاترة الجهاز الهضمي يكونوا حاطين ده في بالهم انه ممكن يكون احتمالات الكوفيد 19 قائمة. طبعا بالنسبة للعمل في وحدات المناظير وفي وحدة الإبراشي للجهاز الهضمي، كان طبعا في مشكلة بسبب الكوفيد 19، في احتياطات مهم جدا ان الاطباء العاملين في الوحدة والتمريض العاملين في الوحدة لازم يتخذوها لوقاية انفسهم من العدوى، وطبعا هناك احتياطات بالنسبة للتعقيم الخاص بالمناظير والوحدة بصورة عامة والعمل في الوحدة بصورة عامة، واحتياطات برضو بالنسبة للمرضى اللي بنستقبلهم. يعني مش محبذ ان احنا نستقبل مرضى يكون عندهم حرارة او في احتمالات قائمة ان يكون عندهم كوفيد 19 الا في الضرورة القصوى، يعني زي مثلا حالات القيء الدموي او الحالات الاشتباه المشاكل الجراحية، ودي طبعا يعني لازم يكون التعامل معها في اماكن مخصصة للعناية بمرضى الكوفيد 19. وفي طبعا مستشفيات كانت مخصصة للعزل، وكان قائم فيها في بعض المستشفيات خدمة مناظير الجهاز الهضمي. مع
من ضمن الحاجات الأعراض القوية اللي لاحظناها لمرض الكوفيد اللي هي أعراض الجهاز الهضمي والكبد، بيأثر تأثير مباشر على الجهاز الهضمي من قصة إن هو بيأثر على الحركة بتاعة الجهاز الهضمي، بيأثر على الدورة الدموية للجهاز الهضمي، وده جزء كبير من المرضى بيشتكوا بقيء وإسهال أو عدم انتظام في حركة المعدة والقولون، وكمان بيأثر على إنزيمات الكبد. جزء كبير من المرضى بنلاقي إن إنزيمات الكبد تبقى عالية في القصة ديت، فده من ضمن الأعراض المهمة قوي للكوفيد وبتأثر على، ويمكن جزء كبير منها بيتشخص عن طريق الأعراض بتاعة الجهاز الهضمي والكبد. الحقيقة إحنا بيبقى فيه تقييم كويس قوي لمرضى الكوفيد، يعني إحنا بنعملش منظار لمريض الكوفيد إلا لو في حالة طوارئ، محتاجينه ضروري جدا إنه هيفرق في تأثير على حياة المريض. لكن لو مريض كوفيد إحنا بنفضل إن المنظار يتأجل لغاية ما تستقر حالته، لأن ده بيبقى فيه ريسك على المريض شوية، خطورة على المريض وعلى الطبيب والتمريض والوحدة اللي بتقدم خدمة المنظار. المنظار نفسه بيتعقم بطريقة مخصوصة مختلفة شوية، وبيقعد فترة أطول في التعقيم، ولازم بيكون في احتياطات معينة بتتعمل بالنسبة للطبيب اللي بيقوم بالمنظار والممرضة اللي بتقوم بالمنظار. المنظار نفسه الحجرة اللي بيتم فيها إجراء المنظار بتبقى معقمة أو بتبقى مجهزة بطريقة معينة، والحقيقة ما بنستخدمش نفس المكان لمرضى عاديين، يعني المرضى الكوفيد بيتعمل لهم مناظير في أماكن مخصوصة غير المكان بتاع وحدة المناظير العادية.